أكد مدير عام كهرباء زحل أسعد نكد بأن لا حل لمشكلة التقنين القاسي الذي تتعرض له منطقة زحل والبقاع من قبل كهرباء لبنان إلا بالسماح لشركة كهرباء زحل بإنتاج الطاقة من خلال المشروع الذي سيوفر أكثر من 40% من مجموع فاتورتي الشركة والمولد معا. حق كل مواطن ضمن نطاق استثمار شركة كهرباء زحل أنه يضوي 24 ساعة على 24 ساعة لأنه عم بيدفع فاتورة 100% حقه. أنا عم بطلب من رئيس الحكومة يخلي شركة كهرباء زحل تكون مشروع نموذجي لكل المناطق، ونحن قدام التلفزيونات وقدام الرأي العام الزحلاوي والبقاع اللبناني منتعهد انه بموافقة وزير الطاقة نحط تعرفة مقبولة، وبتعهد انه بدي كفي بهالمشروع طالما انتو ماشيين مع هالمشروع. هالمشروع برجع بقول مش حلم أسعد نكد ولا حلم كهرباء زحلة، حلم كل واحد منا، وأنا بقول أكثر من هيك حق مكتسب لكل إنه ياخذ كهرباء. وختم نكد أن المشروع بعيدا عن التجاذبات السياسية، لذلك استخدام وتقنين قاس في الكهرباء وبالتالي المولدات الخاصة.